بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي لآخر جزء في موديول 4 في كورس الـ AMS Simulation and Modeling. هنكمل كلامنا على المصفت Modeling و Simulation. هنتكلم على بعض المصفت Models المختلفة بقى عن اللي احنا ذكرناها و General Modes كده. الـ BSim Models ما هيش الـ Models الوحيدة اللي موجودة في الدنيا زي ما قلنا، ده العكس، ده في شركات كتيرة أصلا عندها الـ Internal Models بتاعتها أو بتـ Develop الـ Models بتاعتها برضو بالتعاون مع الجامعات. فأحد مثلا أشهر الـ Models خاصة في عالم الانالوج والار اف، بيعتبر هي ادق موديل لما تيجي تتكلم على انالوج والار اف ديزاين، اسمه البي اس بي موديل. ده امبلمنتد في اتش سبايس عند ليفل 69. ده كان ديفلوب ما بين ان اكس بي اللي هي كانت زمان فيليبس مع اريزونا ستيت يونيفرستي، وقبل كده مع بين ستيت يونيفرستي. فالموديل ده يعتبر موديل ممتاز جدا في الانالوج ار اف ديزاين، لكن ما هوش از وايدلي سبريد از البي سي مودلز. طبعا في مودلز تانية، ده موجود متاح على الانترنت، ممكن تشوف الدوكيومنتيشن بتاعه والاكويشنز بتاعته وكل التفاصيل بتاعته، مفيش اي مشكلة. في مودلز تانية بقى بتبقى الاكويشنز نفسها بروبريتري، يعني الاكويشنز مش موجودة اونلاين، الشركة هي اللي عاملة الاكويشنز، والشركة بالتعاون طبعا مع، لازم طبعا الحاجات دي تبقى انتجريتد في السيميليتور، فهم بيتعاونوا مع شركة مثلا زي سينوبسيس ان هي تحط لهم الموديل بتاعهم ده في اتش سبايس مثلا، لكن من غير ما ينشروا التفاصيل بتاعت الايه بتاعت الموديل، هم بس اللي يستعملوا. فكمثال موتورولا مثلا عندها موديل، ده موجود اتش سبايس ليفل 31، اي ام دي عندها موديل، ناشونال سيمي عندها موديل، تي اي، فيليبس، كل الشركات دي عندها المودلز بتاعتها. في شركات تانية ممكن تاخد الستاندرد مودلز زي مثلا تي اس ام سي. تي اس ام سي بيستعملوا بي سم مودلز، بي سم مودلز اوبن سورس، لكن ياخدوا البي سم مودل ده ويزودوا عليه شويه اكستنشنز زياده، يعني هم يكون عندهم حاجات زياده عايزين يوصفوها، فيزيكال بيهيفير عايزين يوصفوه، نون ايديال افكتس عايزين يوصفوها، فممكن يزود بارامترز زياده، يعمل اكستنشن للستاندرد بيس موديل. وبرده الاكستنشنز دي احيانا برده بتكون بروبريتري، بتتعمل ما بينهم وما بين شركات الاي دي اي اللي هي شركه بتعمل السيميليترز، من غير ما يكون في اكسس للبابليك على ايه شكل الاكستنشنز دي، ايه شكل الايكويشنز الجديده، ايه شكل البارامترز الجديده. في الحقيقه اصلا زمان كان الموديل كارد ده عباره عن تكست فايل مفتوح، يعني اي حد بيفتح الموديل كارد ويقراه، الموضوع ما كانش فيه مشكله. طبعا بتشوف فيه البارامترز، يعني كل بارامتر والقيمه بتاعته بكام. دلوقتي حتى الموديل كاردز دي بقت انكريبتد، الفابز ما بقتش تديسكلوز الانفورميشن دي، بقت الفايلات دي انكريبتد، اليوزرز ما يقدروش ان هم يبصوا على البارامترز ويبصوا على القيم بتاعتها. بقى الكلام ده بيتم مع شركات الاي دي اي مباشره، واليوزرز ما لهمش اكسس على الانفورميشن دي. برضو احد المودلز الشهيره في الحقيقه وده بوبيلر جدا في اوروبا بالذات، اسمه الاي كي في موديل. الاي كي في برضو دي جايه من اسماء الناس اللي عملوا الموديل ده، انز وكرومانيتشر، ده اسمه صعب شويه، وفيتوز عملوا الموديل ده في اي بي اف ال، جامعه في سويسرا. في الحقيقه قصه الموديل ده قصه يعني مضحكه شويه، ان انز ده كان بيعمل البي اتش دي بتاعته، وكان بيعمل البي اتش دي بتاعته في اللو باور انالوج ديزاين. واحنا عارفين لو انت عايز تعمل لو باور لازم تروح ناحيه المودريت انفيرجن والويك انفيرجن عشان تحسن في الافشنسي. فهو جه يستعمل المودلز اللي هي زي السكوير لو في الديزاين. طبعا السكوير لو ملوش اي معنى في المودريت والويك انفيرجن، هو ساب قصه الانالوج ديزاين وقال لك لا، ده انا هعمل بقى موديل الناس تعرف تستعمله في المودريت والويك انفيرجن عشان يعملوا لو باور ديزاين. ففي البي اتش دي بتاعته قام اشتغل بقى على الجنب كده ان هو يعمل موديل جديد، فعمل الموديل اللي هو الاي كي في. برضه الاي كي في ده مر بكذا جنريشن وموجود في اتش سبايس في ليفل 55. طبعا نتيجه ان هو اصلا ديفلوبد في اوروبا فكان بوبيلر في اوروبا، لكن في الحقيقه طبعا ما خدش الشهره الكبيره بتاعت بيسم، فاستعماله في الصناعه محدود جدا جدا. بيسم هو المور بوبيلر في امريكا وفي تايوان وفي اليابان وفي الايه وفي العالم كله في الحقيقه. ميزه الموديل بتاع اي كي في مقارنه بقى بالمودلز اللي كانت موجوده في عصره، ان هو ما كانش بيعمل حركه الفي ثراشولد بقى، لا كان بيوصف الديفايس بيهيفير في الويك والمودريت والسترونج انفيرجن بسنجل اي في اكسبريشن، فبالتالي بيضمن الكونتينيوتي مش بس في الفيرست اوردر ديريفاتيفز، لا كمان في الهاير اوردر ديريفاتيفز. وان كان زي ما قلنا بقى بعد كده بيسم اتعلم الحته دي من الاي كي في، وخدوا بقى خطوارهم الموضوع ده لما راحوا البي سم بالك والبي سم والبي سم سي ام جي بتاع الفين فات. زي ما انا كان الهدف اصلا بتاع الموديل ده الديزاين اناليسيس والديزاين بتاع اللو باور انالوج سيركتس،
اللي هي بتبقى ديزايند في المودريت والويك انفيرجن. الاي كي في موديل في الحقيقه في منه كذا يعني برضو فيرجن، في فيرجن بسيطه بتستعمل في الهاند اناليسيس، وفي فيرجن معقده شويه بقى بتستعمل في السيركت سيميليتورز، وبيستعملوا ترمينولوجي كده معينه بيعرفوا حاجه اسمها السبيسيفيك كارنت. السبيسيفيك كارنت ده هو الكارنت بتاع الموسفيت لما يشتغل في السنتر بتاع المودريت انفيرجن، يعني اكنه في السنتر بتاع الانفيرجن فورميشن. وبعد كده بقى بيوصف قد ايه حصل انفيرجن بحاجه اسمها انفيرجن فاكتور او انفيرجن كوفيشنت. الانفيرجن فاكتور او انفيرجن كوفيشنت ده ريشيو ما بين الدرين كارنت والسبيسيفيك كارنت. خد بالك ان في السنتر بتاع المودريت انفيرجن الاي دي هيساوي الاي اس، فالانفيرجن كوفيشنت ده هيساوي 1، ده في السنتر بتاع المودريت انفيرجن. اقسم على 10 واضرب في 10 يقول لك كل ده هو المودريت انفيرجن ريجن. يعني لو الريشيو ما بين الدرين كارنت والسبيسيفيك كارنت من 0.1 ل 10 يبقى انا في المودريت انفيرجن. لو انا اصغر من 0.1 بيعتبر ان انت كده في الويك انفيرجن، كانت صغير قوي. لو انت اكبر من 10 بيعتبر ان انت كده في السترونج انفيرجن، كارنت كبير قوي اكبر بكتير من السبيسيفيك كارنت. طبعا احنا عارفين ان بيبقى في بقى 1 تو 1 كورسبوندنس ما بين الانفيرجن فاكتور ده وما بين الجيم اوفر اي دي، نفس الحكايه برضو. الجيم اوفر اي دي بتوصف برضو الانفيرجن ليفل بتاع الديفايس. بيعرف حاجه كمان اسمها الترانس كوندكتنس افشنسي فاكتور او التي اي اف، دي عباره عن ريشيو ما بين الجيم اوفر اي دي والماكسيمم جيم اوفر اي دي. طبعا الماكسيمم جيم اوفر اي دي بتكون موجوده في الويك انفيرجن، فبالتالي ده بيديك رقم طبعا اصغر من الايه، اصغر من الواحد، بيبقى صغير قوي في السترونج انفيرجن، بيقرب من الواحد في الويك انفيرجن. اخر حاجه هنختم بيها بقى ان في التكنولوجيز الجديده في الحقيقه بقى مش كفايه ان هو يعرف الموسفيت بالدوت موديل ستيتمنت، بقى عايز يحط في الحقيقه اليمنتس ثانيه مع النيتف ديفايس. النيتف ديفايس ده اللي هو بيتوصف بالدوت موديل ستيتمنت اللي هي بتستعمل واحد من المودلز اللي احنا قعدنا نحكي فيها طول الايه، طول المحاضره دي. فهو بقى يعمل في الحقيقه سب سيركت، السب سيركت دي فيها النيتف موسفيت اللي هو موصوف بالدوت موديل ستيتمنت مع شويه سيركت اليمنتس ثانيه عشان يوصف بيها البيهيفير بتاع الديفايس مور اكيوريتي. فبالتالي الموسفيت اللي انت بتستعمله ما بقاش مجرد بس حرف الام، لا ده بقى حرف اكس في الحقيقه مش حرف ام. اللي هو ما بقاش موسفيت، ده بقى سب سيركت، والسب سيركت دي جواها بقى حرف الام، جواها الموسفيت. طبعا احنا في سب سيركت لما نيجي نعملها انستنشيشن بتبدا بحرف الاكس، فبالتالي هتلاقي انت لو فتحت النت ليست بتاعتك مش هتلاقي الموسفيت بحرف الام، هتلاقيه بحرف الاكس. ما في الحقيقه سب سيركت ما هواش ايه؟ ما هواش نيتف ديفايس. برضه في حاجه كمان، ان مع السكيلينج داون زي ما قلنا وقلبنا للفين فات، التشانل لينس ما بقاش زي زمان، ما بقاش زي ما تحطه زي ما انت عايز، لا ده بقى ليه ديسكريت فاليوز وبقى ليه ماكسيمم فاليو. يعني ممكن مثلا تلاقي تكنولوجي يقول لك التشانل لينس ما عندكش غير مثلا ثلاث اربع قيم هما اللي تستعملهم بس، وتلاقي ان اكبر قيمه بالنانوميتر، يعني قيمه صغيره جدا. طبعا احنا عارفين لو التشانل لينس صغير هيديك ار نود صغيره جدا، هيديك جين قليل جدا، هيبقى فيه ديبندنس جامد قوي على الدرين فولتج نتيجه للتشانل لينس موديوليشن نتيجه للدبل. الديزاينرز عشان يحلوا المشاكل دي بقى يحطوا ديفايسز ان سيريز. لما تحط ديفايسز ان سيريز فكانك بتجمع ال ال بتاع ده على ال بتاع ده على ال بتاع ده، او بيحطوا دي جنريشن ريزيستنس. برضه لما تحط دي جنريشن ريزيستنس ده بيزود الامبيدنس هنا عند الدرين. المهم ان سواء عملت كده او سواء عملت كده، انت بتعمل الكلام ده عشان تتغلب على الليميتيشن زي ما قلنا بتاعت الايه، بتاع الشورت شانل ديفايسز في النانو سكيل تكنولوجيز. الفكره بقى ان هو بقى يديك الاستراكشر ده كده جاهز، يعني الفاب في البي دي كي بتاعته بيديك الاستراكشر ده جاهز از بلاك بوكس. يعني انت معاك استراكشر جاهز، هو مش موسفيت واحد بقى في الحقيقه، برضه هو سب سيركت، والسب سيركت دي عباره عن كذا موسفيت متوصلين ان سيريز، وهو عامل كاركترايزيشن للسب سيركت دي على بعضها. نفس الحكايه برضه عند هنا موسفيت مع ريزيستنس، ده كده كله عباره عن سب سيركت، وانت كديزاينر بتحط الاستراكشر ده كله عندك كديفايس واحد. يعني انت شايفه في السكيماتيك كديفايس واحد، لكن لو دخلت جواه هتلاقي ان الديفايس الواحد ده عباره في الحقيقه عن اكتر من ديفايس متوصلين ان سيريز. والكلام ده موجود في زي ما قلنا في الفين في التكنولوجيز، في التكنولوجيز الجديده. وبكده نكون وصلنا لنهايه المحاضره بتاعتنا. اتمنى تكونوا عرفتوا معلومات اكتر عن الموسفيت سيميليشن اند موديلنج. ان شاء الله نتقابل مع بعض في المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.